دلوقتي هنشتغل نفس العملية، تغيير الصمام، لكن في بوركوك بنتام. هي دي البنتام، وده خزان البنتام 480 سي سي كربون فايبر، في نفس النسخة لكن خزان ألمونيوم وبيكون 500 سي سي. هنفك برضو الخشبة، برضو مسمار واحد، مسمار واحد في الجزء ده بنفس الطريقة اللي فكنا بيها الأولى. هنفك برضو المسطرة، نفس الموضوع برضو، نتأكد إن الخزان يكون فاضي عشان نقدر نفك الجزء ده. الخزان ده يعني بيتفك مع الصمام كامل. نفك السبطانة بنفس الطريقة. بعدين هتفك المسمارين دول. البنتام ممكن يعني هي مقرفة شوية فكها، لأن أنت هتحتاج إن أنت تفك كمان مجموعة الزناد، تفك الأربع مسامير دول، واحد اتنين تلاتة أربعة. وعلشان تفك المسمارين دول الأسهل ليك إن أنت تفك الخزان، بس الخزان يعني لازم تحطه على ملزمة علشان تمسك الخزان بالملزمة وتلف دي بقوة أول مرة علشان تفك معاك. بس احنا سلكنا المسلك الأصعب وفكيته واحدة واحدة بالألنكيه كده، لأن المكان هنا ضيق فمش هتعرف مثلا تستخدم ألنكيه طويل وتلف كده، لازم تلف حتة حتة. فاحنا سلكنا المسلك الأصعب علشان عشان الكسر. في النهاية يعني زي ما قلنا أنا بعمل بوريك الطريقة بس علشان تكون عارف، لكن مستخدمين البروكوك معظمهم من عند الصياد العربي، فالموضوع بالنسبة لهم سهل إن شاء الله. كل اللي عليك إن أنت إذا في مشكلة في بندقيتك من ناحية تسريب الهواء، خد البندقية للصياد العربي هم هيحلوا لك المشكلة. دلوقتي إحنا المفروض هنلف ده، هو ألوظ، فعلشان نلفه هنحتاج نفك الزناد ده كمان. في هنا خابور، طلع الخابور وهيفك معاك. خلي بالك عشان في سوستة تحت الزناد، لازم تبقى عارف طريقة تركيبتها ازاي. ده الزناد، دي السوستة. دلوقتي هتفك عادي. هنلاقي جوه نفس الموضوع، الصمام في القطعة، بس هنا هنلاقي القطعة دي أكبر شوية، نستخدمها على أي حاجة. دلوقتي خلصنا، هتربط ان شاء الله ده يربط معاك على طول. حاول تميلها لتحت ناحية السبطانة علشان الغطا يميل لتحت، ما يميلش لفوق ويزنق معاك. فدي زي ما انتم شايفين ربطت على طول من غير ما نحتاج ان احنا نفك ونعدل الكلام ده. دلوقتي هتربط على المسمارين دول تاني. محتاج ان انت تفك عليهم كتير، يعني فكيت عليهم كتير عشان اعرفكم المسامير بس.
دلوقتي انت تقدر تجرب ال تقدر تجرب الخزان، بس هركب بس الزناد مكانه. الدنيا سهل جدا يعني، مفيهاش أي شيء معقد، الموضوع كله تقدر تعمله بإيدك. يعني جمال صيانتها إن هي قطعها يعني حتت حتت معينة كده، كتلة مش مفكك لك كل مسمار لوحده. يعني الزناد شلناه كله، الزناد ده شلناه كله بالسوستة، الخزان ده كله بالسوستة، المكنة قلبها جوه أمورها سليمة مفيش أي مشكلة. يعني مش هتحتاج تفكها أصلا كتير، ودي ميزة تميز البنادق. يعني البندقية من ضمن أدوات القياس بتاعتها في الجودة إن هي صيانتها سهلة. طارت زي ما قلت لكم انا بنزيت دي السوستة القديمة، السوستة الجديدة هناخد منها القطعة القديمة. دلوقتي البندقية جاهزة على التجربة. الخزان هنا عكس الخزان التاني، الخزان التاني بالوصلة، وصلة التعبية دي، أما البنتان طبعا ده يناسب الكومباتو والكومباتو تارجت، لكن البنتان يناسبها الكويك كونكت. الكويك كونكت اللي هو زي ده، بتشد الجزء الخلفي بالشكل ده، تشده وبعدين تدخله هنا تعشقه كده مسك معاك. بسم الله. انا هزود عليه يعني اكتر من 200 بار، انا هزود لغايه 250 علشان اتاكد ان تمام التمام. دلوقتي البندقية 250 بار. الحمد لله مفيش اي اثر للتنسيق. نفس طريقة التركيب من الخلف، لكن ما نسيناش حاجة، أنا نسيت المسمار ده. كده كله تمام.
شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.